طالب ما حلتليش الحظ، خسرت المنزلة الأولى مع المصرية، كانت منزلة شوية صعيبة مالجري كنت قادرة نربحها، كانت 10-10 يلا غالب ونطلب سمح من الجمهور الجزائري، وكنت حابة نفرح الشعب الجزائري ونفرح كامل اللي كانوا يستناو فيا باش ندير ميدالية من الله غالب. تنقولها ماما إن شاء الله نفرحك ونفرحكم كامل. إذا نعود